السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الأحرار في المغرب الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم العربي الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم أجمع، سلام الله عليكم أجمعين. تحية طيبة لكل إنسان حر صادق وأمين، لكل إنسان يعرف قيمته وقدره. رحم الله امرئ عرف قدره فوقف عنده. الإنسان اللي يعرف قدره ويحبس عنده هذاك والله العظيم لا ما شاء الله. نناقشوا بعض النقاط فقط لا أكثر ولا أقل. كان واحد المبردع، واحد المبردع انا نجاوب عليه، مش بس حاب نجاوب عليه، نجاوب عليه باش نفسر واحد الامور باش خاوتنا يفهموا كي تريبوندي عليه، تسمى تفسر الهضره اللي قاعد يهضر فيها، ولادنا وخاوتنا يفهموا هذيك الامور باش ما يغروهمش. انا مش ريبوندي عليه، هو يتحرك ان شاء الله ربي يحرقه بغاز. بون دار فيديو بدا يهضر، قال لك سيدي يا الزواف يا الشرذمه، احنا الشرذمه والزواف تسمى اللي راحوا لجنيف قدموا شكوى للامم المتحده، سماهم الشرذمه والزواف. علاش؟ قال لهم رحتوا تشكوا بالجزائر، وما عندهم هذا المنطق هذا، وشو الحشو يحشو كل شيء في بعضه. وش هو كي تقول له شنقريحه ولا قايد صالح ما مش ملاح، يقول لك راك تهضر على الجيش، تسمى يعمم لك، يديك دائما لبلاصه واحده اخرى، يديك دائما لبلاصه واحده اخرى. فرعون لما موسى قالوا يعني جاه بمعنى الحديث، قال له امن بربي، ثم امن بالله ومنا، قال له انت جيت تخرجنا من بلادنا، شفت وين داه، هو قال له امن بربي، بصح فرعون اش قالوا قال له واش يخرجكم من بلادكم، ثم جيت تخرجنا من بلادنا انتيا، هو يقول له امن بربي ويقول له تخرجنا من بلادنا. احنا نقولوا القياده فاسده، جنرالات نهبوا، وبالدليل درك راهم يحاسبوا في بعضهم، وهم ولاد قايد صالح حكموهم، وقايد صالح قنبلوه، ولخ الشخم، وجنرالات اخرين ناهبين اموال الامه، تقول لها راهم خيان وفاسدين، يقول لك تتكلم على الجيش. بون تروح تشكي النظام هذا الفاسد، النظام الفاسد القمعي اللي معتقل الناس في السجون ظلما وعدوانا، تروح تشكي بيه يقول لك راح تشكو بالجزائر. واش دخل الجزائر في النص المبردع؟ تبين عليك تعسق لابرك، باين عليك باللي شبع مرقز من كازر، نشبعوك مرقز وخرج برا مشبعينك مرقز طحان برك الاكثر. ومن بعد قال لك 95% من الشعب ضد واش راكم ديروا، والله 95% من الشعب، راك متاكد بلي 95%؟ والله لو عندي يقين، شوف عندي يقين 50%، مش 95، 50% ضد واش اللي قاعدين نديروا حنايا، نحبس مش نهضر بالحرام نحبس. لكن عندي يقين ان اكثر من 70% 80% 80، وهذه اثبتتها مش حنا، الانتخابات تاعكم جبتوا 10%، يعني 90% ما يجيش معاكم. منين جبت 95% ضد واش رانا نديرو؟ يا الزوافي يا المرخص يا طحان، قال لك رحتوا تشكو بالجزائر للكفار، للكفار. شوف قال لك للكفار، تروح تشكو بالجزائر للكفار. احنا ما هذوك الناس اللي شكاو ما شكاوش بالجزائر، شكاو بالنظام الفاسد، مخلفات بومدين، كابرانات فرنسا، زيد الكفار. انا نقول لك واحد الكلمه، شوف غادي تخلعك تصدمك، عرب اللي راك مبغل ما راك فيه مولو، يا الكفار راهم عندك من ثم، تبون وجماعته، شنقريحه وجماعته، برميل الاركان المقبور، الاشخام، بوعزه وسيني، قايدي، هذوك هما الكفار تاع بصح. هذو انا مسيحيين، وحتى لو ما عندهمش ديانه عندهم نسبه من الحق والقانون والعدل. فهمت ولا ما فهمتش؟ انا مبردع. اما اللي عندك انت ما عندهم حتى ديانه، عارف بلي ما عندهم حتى ديانه، ما عندهم حتى ديانه، ما يامنوا بربي، ما يامنوا بالمسيح، ما يامنوا بموسى، يامنوا بالمسيح الدجال. هيا روح الله يحشرك معاهم. هاني ريبونديت لك اسيدي على هذيك، قال لك هذه البلاد والله ما تزيدوا تشوفوها، لا باف تنساوها، اي تتحرر البلاد وندخلوا نزغرتوا فيها نورمال، ونفكرك ها كيما هذا النهار البلاد راح تستقل. قال لك حكمتنا الكاميرا، يصحاني تلوجه انت طلعت بوجهك في الكاميرا، فهمت ولا؟ المرخص اللي كيما تا كاع مسجلين اسماواتهم ولا ادريس تاعهم وين، فهمت الطحان ولا ما فهمتش؟ نهار تستقل الجزائري جاو خرجوك من ودن، قول ارواح الطحان، ارواح المرخص، وشكون تهضر؟ شكون اللي قراك؟ شكون اللي قالك اهضر كيما هكا؟ سيادك انت قاعد كيما نعيم صالحي، وما يهضر ما يقول غلطت، واش نقول واش نقول؟ زواف، زواف زواف، واش شرذيمة، القبائل ما همش ملاح. ومن بعد طلعت تقول الارجازن،
الله يلعنكم وتيدي لعن ويسخطكم سخط، يا المبردعين يا المبغلين. بصح المشكل تاعكم نعرفوكم، معظم تاع الذباب والحاسين عايشين في الخارج. لا اله الا الله محمد رسول الله، عايشين في الخارج و والله العظيم مطحن. عطينهم 700 اورو وتليفون سامسونج، تليفونات هذوك سامسونج ولا هواي ولا المهم، عطي له تليفون باش ينبح كي الكلب وسب في الناس، وعطي له 700 اورو خلاص جاتو هي ديك هي الدنيا. باع البلاد والعباد والغاشي وباع رب العالمين ودينه واخلاقه وكرامته ب 700 اورو. الله يحاكم بقاس. المهم خوتنا ولا خواتاتنا جزائرية الأحرار، نسيت البارح وفكرني واحد الإنسان، واحد الإنسان فكرني قال لي على النساء لازم يخرجوا مظاهرة تنديدا على ما حصل لبنات العفيفات في مستغانم. لو ما تخرجوش مظاهرة غدوة مشي يزيدوا يعروسوك، يزيدوا يعروكم كامل، بقاو تولي فيهم الطبيعة. فلازم على حرائر الجزائر النساء كلهم يديروا نهار يخرجوا فيه مظاهرة نسائية، ما عندهم ما راحين يديروا، وخرجوا كامل عجايز وصغارات وكل خرجوا، ما ترفضوا هذاك الشيء. اول مره في التاريخ يدخلوا بنات في 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 في, في, في عند الشرطه ونحوا لهم الحجاب. المرخص والمطحن ولاد ولاد الزنا ولاد الدعاره، هم التصاور تاعكم تحطوا في في, 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 في السوشيال ميديا الناس كل تشوف فيهم، يا ولاد الدعاره يا ابن الزنا. هذوك الشرطيين اللي الشرطه اللي راحوا عروا البنات نحوا لهم الخمارات، وهذاك كوميسار شمن كوميسار شمن كوميسار هذاك داعر ديوث. انا كل يوم نزيد نسب فيكم كيما كو، يلعنوا فيكم واللي يعنهم واللاعنون. راح تعري في الحراري يا طحان، باسك مرتك مور في تعريها، تديها انت تعريها بيدك وتمدها لسيادك، اختك تعريها وتمدها لسيادك نورمال، امك تعريها وتخرجها تمدها لسيادك نورمال. جاب لك ربي باللي انسان الانسان الجزائريين كيما كيما هكذاك يا اخي خماج. المهم لا اله الا الله محمد رسول الله. اه وهذاك الطحان قال لك حنا عندنا حقوق الانسان، عندكم حقوق الانسان انت عندك حقوق، عندك حقوق الانسان دي. في الجزائر كاين ولكن الحيوان ما داش الحقوق، في الجزائر الحيوان وما داهاش الحيوان، الحيوان وما خليتوش يريح فرانكي، رحتوا حركتوا له الغيب. الله لا يتربحكم وسيدي، الله لا يتربحكم يا وجوه يا وجوه الزبل. الجزائر ذات سياده، والله الجزائر ذات سياده. راك منك بصح باللي الجزائر عندها سياده، ولكن راك مفتحوا لك الاجواء تاع الطياره تاع فرنسا طحنت تقصف في مالي. الجيش الفرنسي راه متواجد ثم على الحدود في الجزائر، عنده ثكنات عسكريه ثم، ويهجم على خاوتنا في مالي من ثم. يا طحان يا المرخص يا الشماته، عندك سياده جنرالات تاعك معظمهم يداوي في الخارج ورئيس كيداوي في الخارج، هذه هي السياده تاع امك. راني وليت نطيح لك بامك، لو كان ما جاوش الناس نسمعك هضره عمرك ما سمعتهم في حياتك. الله لا يتربحكم. بون خاوتي حبيت نناقش معاكم واحد الموضوع، فتحوا مخاخكم مليح معايا. هذه قضية كل مرة يحكموا جنرال ولا والي ولا وزير ويقول لك شوف خلعنا 800 مليار سنتيم، 3000 مليار سنتيم، 200 ألف مليار مش عارف شنو سنتيم. كي تحسب هذه السنتيم تعاود تبدلها شحال تجي؟ ما وصلوش مع بعضهم كل ما وصلوش 10 مليون دولار. الاموال المنهوبه في الجزائر راه تفوت 600 مليار، 600 مليار دولار مش سنتيم، فهمتوا خالتي؟ 600 مليار دولار، حل فمك حل حل، 600 مليار دولار دولار، 600 مليار دولار من الاموال المنهوبه، مش 3000 مليار سنتيم يهضر لك غير لقيناه وحكمناه. واش حكمناه؟ السنتيم. ومن بعد نحينا له عماره لهي، ونحينا له فيلا لهي. الفيلات هذوك ما نشراوش بالدراهم، اما يدوهم بالدينار الرمزي، ويدوهم معظمهم ما يشروهمش، يدوهم سطو بالقوه، جنرال يدي وين ما يحب باطل. ثم الدراهم اللي نهبوهم ما دفعوا منهم حتى حاجه، الدراهم المنهوبه اكثر من 600 مليار دولار وخرجوها للخارج، هذاك هو اللي الهضره عليها، مش 3000 مليار سنتيم يجيو يكلحوا. قال لك زعما راهم يحاسبوا في بعضهم، هما راهم يكلحوا في الشعب. وكان اللي بغول عليك كيما اللي طلع دار فيديو يهضر بقره بالبقري البقري، يبدو يدير الجزائر ذات سياده ورحت تشكو عند الكفار. يقول لك الله لا يتربحك يا طحان يا المرخص يا ولد المرخص. ولكن الكفار ما سكروش المساجد يا طحان، كفار ما سكروش المساجد، روح شوف حكومتك اللي راه مسكره المساجد. شنقري حاكي يسكر المساجد في الثكنات العسكريه ما يخليش الجيش يصلي،
الجنود اصلا ما يخليهمش يصلوا، شكون اللي كافر؟ الله يلعنكم موسى. المهم فما يغركمش خاطر كي كل مره يقول لك اه حكمنا 3000 مليار سنتيم، 2000 مليار سنتيم، حكمنا 800 مليار سنتيم، 700 مليار سنتيم، 700 مليار سنتيم، والله 3000 مليار سنتيم. كي تحسبها كما تطلعها مع بعضها ما تطلع لكش 30 مليون دولار. 30 مليون دولار وجابها 600 مليار دراهم تاع بصح، راهم كناه بين دبون ولاد شنقريحه ولاد الجنرالات ولاد الوزراء اللي كانوا معاهم، زعما بيسك راهم عائلات، عائلات الوزراء، يا متزوج مع بنت جنرال يا تلقى الجنرال متزوج به هو، بيسك راهم قوم لوط، معظمهم قوم لوط، فيهم اللي قوم لوط، يا اما هو متزوج بالجنرال يا اما هو الجنرال متزوج به، عاشقوا وتعاشقوا مع بعض. الله يلعنكم وتدعي على الخموج اللي راكم ديروا فيه، ولكن الله لا يتربحكم يا قوم لوط، ولكن الله ربي يخسف بكم الارض نرتاحوا منكم، يا حثاله البشريه يا انجس القوم يا الملاعين. ومن بعد يطلعوا طحاحنا كيما ذوك الشرطه اللي مرخص يدافعوا عليهم، ولكن انتم مرخص 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 ومطحن، مرخص ومطحن، بارك لا اكثر ولا اقل. الله يلعنكم ولعنه ويسخطكم سخط. يا المهم فما يغشوكمش، ما يقول لك اه راهم بداو يخدموا، اه راهم قاعدين يخدموا، واش قاعدين يخدموا، واش بداو يديروا، واش داروا، واش داروا. طالع واحد الفيديو خاوتنا في الجلفه بو شياب كبار، والله لا عيب، عيب 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 وعار، عيب وعار، شياب كبار حلوا لهم البوسطه ولاو يجروا، رايحين يجروا يجروا هكا يترابعوا، يا طحاحنا يا طحاحنا يا طحاحنا يا طحاحنا، كون شريتوا هكذاك على صلاة الفجر رانا ربحنا. يا وصلوا لهم الهضرة هذه، صلاة الفجر الفجر تجروا لها كيما هكذاك، صلاة الفجر اصلا صلاة الفجر مرتك تنوض فيك تتف عليها تتقض معاها، كون جريتو هكذاك للمساجد رانا ربحنا من زمان. هذاك مش عيب على يعني، راه في كل الشعوب كاينه حاجه كيما هكذاك، اما هنا بما ان هنا كاين حكومه راشده ما توصلش الشعب لهذيك الحاله، الشعب هنا يكون ينقص تنقصه الحاجه ويدير عليه حصار يولي كيما هكذاك نورمال. هما جابوا يعيبوا على الشعب، هذاك الفيديو راه عم العالم كامل يشوف يتفرج فيه، عيب عليكم يا الشعب الجزائري، وفهموهم فهموهم، روحوا قولوا لهم عيب، راهم الناس يشوفوا فيكم في الخارج، العالم كامل يتفرج فيكم، الجناس كل تضحك علينا، بصح الجناس الناس اللي فاهمين، اما يلوموش الشعب، اما يلوموا النظام العار، لان النظام العار ما عرفش يسير الازمه. ومن بعد قال لك الدراهم ما كانش السيوله في البوسطه، انتوما كي تجروا وتطيحوا على بعضاكم، واحد صباط وطاير وواحد طايح على فمه وواحد غبابر طايح، يعني السيوله تولي كاينه في البوسطه؟ ما توليش كاينه، اللي كاين كاين واللي ما كاينش ما كاينش. بخستوا برواحكم، بخستوا بينا وبهدلتوا بينا برك. اما الرخص والطحين والذل والمهانه ترجع للنظام، لان النظام العار تبون مخماج المعفن، جنرالات الوسخ. لو كان انتوما يا المرخص السويلة كان انتوما اللي راكم ديروا كيما تمكروا تمكروا تعيوا في الشعب، السويلة كاينه الدراهم كاينين، انتوما اللي راكم تمكروا في الشعب بخمس ساعات بست ساعات هما واقفين قدام البوسطه يستناو في السويلة، وما تلقوا لهم السويلة بعد تولوا تصوروا فيهم تقولوا شوف الشعب ماهوش مربي، ولكن الله يلعنكم انتوما اللي مخماش ما كنتش عارفين تسيروا، مش ما كنتش حابين تسيروا اصلا، لانكم انتوما تعرفوا كلش بالعوج، معوجين برك هكذاك، معوجين هكذاك، حابينها هكذاك، مكره مكره، تعيوا في الشعب وتعبوا في الشعب. كيف تحتوا النادي الصنوبر الشرق عرفتوا تنظموا الحاله، راحوا الناس تما وجاو هذاك الطحان اللي واقف تما، راه محلوا نادي الصنوبر والشعب راه يتبحر، ياك مخابرات باين بلي راك مخابرات، باين بلي رخيص ولد رخيص، هاني وليت طيح في الهضره بالاسم، رخيص ولد رخيص. وكان الشعب الجزائري قال لك اروح تما حلوا لنا نادي الصنوبر. السيوله ما كاش في الجزائر، الله يلعنكم، كاينه السيوله، لكن انتم درتوها هكذاك مكره. الشعب لازم يتلها في حاجه. مشكره تاع الحليب، مشكره تاع السميد، الدواء ما كانش، السبيطارات موسخين ومعفنين ومكسرين، وما كانش الاهتمام الطبي، الناس 90% ماتوا من الاهمال الطبي، وقتلتوهم انتم بالكلوروكين، ودرك ولات السيوله ما كانش السيوله. ما كاينش سؤال، واش راكم قاعدين ديروا؟ خطونا خطونا، ما كنتش عارفين تسيروا، خطونا خطونا، روحوا بعدونا بعدونا، احنا خدموا بلادنا بوحد، ما عندهم ما دخلكم بلاد بلادنا، وحنا حرار فيها، عارفينكم بلي ولاد حرك ولاد قوميه ومن بني قردون، عارفينكم، غير ما تكسروش راسكم
والله غير تروحوا تروحوا باذن الله، والله غير تروحوا 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 ما تربحوا غير نقول لك حاجه غير اللعنات انتم وولادكم. ها خير دليل، ها بقيت صارح قنبلوه الله لا يرحمه وضرب داره على ولاده. ها يجبدوا فين بالواحد، جناح يدمر جناح، جناح يدمر جناح، دمروا بعضكم الله لا يتربحكم. اللهم صب بينهم العداوة والبغضاء، اللهم صب بينهم العداوة والبغضاء، خلي باش دمروا بعضكم تاكلوا بعضكم. اللهم استجب دعائي يا رب العالمين، لا اله الا الله محمد رسول الله. خاوتنا في الجلفة روحوا للشياب هذوك العجاز اللي كانوا يدازوا ويتيدي يطيحوا هكذاك عيب، وروهم الفيديو وروه لهم خليه يشوفوه باش يتعلموا. قول له عيب الجناس راهم يتفرجوا فينا، قول له عيب، عيب الناس راهم يتفرجوا فينا، العلم كامل يتفرج فينا هكذاك عيب. قول له كي تجري ماشي راح تولي كاين السويره، وكي ما تجريش ماشي راح تنقطع، اللي كاين كاين واللي ما كاينش ما كاينش، كلشي بالمكتوب. والله لو جريت هكذاك للحراك لكن رانا استقلينا من زمان. لو كان رحتوا تجروا هكذاك للحراك نتاع تاع 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 الرجال تاع الشعب الجزائري، لو كان رحتوا تجروا للحراك بهذيك الطريقه وكانت عندكم اللهفه على الحراك صح باش تحرروا بلادكم، كون رانا تحررنا. لا اله الا الله محمد رسول الله، استغفر الله لي ولكم واتوب اليه. خاوتنا ربي يحفظكم، من فضل انا نهضر بوحدي ولا يا خاوتنا، الله يرضى عليكم الله يسلمكم. احنا كما يقول لك يعني لله في سبيل الله، نعاودوا نزيدوا نديروا النداء لهذيك العائله المغربيه، من فضلكم اللي قادر يعني ولو 20 50 يعني اللي يقدر عليه اي حاجه يقدر يوصلها لهم. قالت لكم ولو بيت من قصدير، ولو بيت من قصدير، يعني درك احنا شهرين ثلاث شهور حنا يعني نعيطوا على حاجه كيما هكا. لله في سبيل الله 50 يورو حسبها طاحت من جيبك، ولا 100 يورو حسبها طاحت من جيبك، من فضلكم. لا اله الا الله محمد رسول الله، ربي يجازيكم ويحفظكم، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.